شايفه لك يا هدوم، انا اصلا جاي من المناركب بدي اوصل بره، انا جاي لعنا. لا انا بشرفني كون اهلا وسهلا فيك. شو بدك شو طالب انت؟ يعني بعرف انا وضعكم انتم بالمستقبل مؤخرا كان صعب شوي ماليا، بس انه كان جاي على بالي سوشي. ما اتصلت منك تدينت تدينت منك لاقدر احط لك ماليا. شو عم تسمعنا هلا؟ قلت لي بالمال النظيف بعد شوي بمال بريك وبعد نعود لها. عماد مرمل لايك، عماد مرمل لايك.